تم التوصيل اللي كنشنا فيها واحد الجوية كانت بزاعات تم التوصيل اللي كنا صدرناها ولا إلا ما يشي نقطة نضيفها إلا نتوب تخضع تتكرر مرة أخرى معكم سيلا شي نخلي رأس مصلحة للمراقبة ولا استخلاصها يعني تتعيك اللي لكم وزارة السيدة نقدسوها بين السنة وفي باقية وشيئة إلى جميع المصالح المالية والمصالح الأمنية إنما هذا اللجنة اللي كان عليها تشتغل على الملفات عقدت اجتماع واحد برئاسة السيد المجدي الرئيس المغربي ولم تستأنف العمل دونك هذه القضية اللي جات في التوصية ديال اللجنة تم العمل عليها ودينا ما عرفتش أنا وقف العمل لأن حنا فيها طرف كنتبعو كنا كنتمناو أن تسرع الوتيرة وأن سلسلة الاجتماعات خصوصا أننا نبهنا يعني الشركاء بما فيهم السلطة على أن كاين واحد التقاعس على مستوى الاستخلاص خصوصا فيما يتعلق بالقبضة ديال الجماعة يعني لا طريقة بالأداب والنتائج ما كانتش شي حاجة اللي في الحقيقة تساعد على تجاوز هاد الوضعية الصعبة ديال المدينة لأن كنا عملنا لو قلنا لكم ولا عرضنا عليكم واحد التشخيص مرتبط بست شهور الاولى ان في المداخل الذاتيه في التوقعات وصلنا لواحد النسبه كبيره في حين ان الجزء المتعلق بالقبضه لم يتعدى في ذيك الوقيته 10% والان في المجمل الى حدود 30 سبتمبر كنظن واحد 28% اللي استخلصنا دونك كاين اصول مهمه وقع التقاعس عليها طبعا انا اتمم توصيات ديال اللجنه كامله خصوصا التسريع بعقد اش كنسميوها اتفاقيه ولا كونترا مع المفوضين الفضائيين باعتبار اننا في مساله التبليغ كيخرج الاشكال القانوني لان ما عندكش ما يثبت ان ملي كنستعملو الاعوان ديال السلطه كيجيو ديك ليزافي ما فيهمش الكتابات باش تقدر تبع مصلحه هذا يعني في المدن الاخرى والناجحين ان خص التعاون مع المفوض القضائي و يعني كيتشاطروا معنا نفس الافكار على اي نوع القضيه ديال باقي استخلاصها هذا كيجيني بحال ديك الاسئله الوجوديه الاسئله الاسطوريه كنت انا رئيس اللجنه الماليه في الولايه السابقه وفي المكان جيو كان الحساب الاداري وداك الشيء كياكل الاخوان كنقول باقي استخلاصوه كيتحط لنا انشيفر كنقول باقي استخلاصوه كيتحط انشيفر 8 مليار 7 مليار 7 مليار بالتالي شنو الاجراءات والتدابير شنو خصو يدير الى اخره هذا سؤال كما يؤرقني انا مأكد بان جميع الاخوه والاخوات الاعضاء المحترمين يؤرقهم هذا السؤال ديال رزق اركوب هذه السنه طبعا من غير السنه الاولى اللي انتم كتعرفوا الظروف نهار اللي بدينا في المشروع على جوابا على شي جوابا ترويرا سعد الله كان بس السؤال ديالو شنو المجهودات اللي قدرنا نعملو ماشي هي المجهودات اللي كنطبعوا لها ولكن اللي قدرنا نعملو اولا طرحنا السؤال قلنا هذا الاسم خرافي اللي سميتو باقي استخلاصو خصنا نهبطو للارض نعرفو شنو هو وشنو فوسطو وشنو المشاكل ديالو دونك الاليه هو خلقنا مصلحه سميناها المراقبه والباقي استخلاصو علاش المراقبه والباقي استخلاصو لان اعتمدنا في المقارنه جوج المسارات الاولى اترافير الكونترول باش ما تخليش الباقي استخلاصو يزيد النفع عندنا هذه للتذكير على ان مصلحه المراقبه باللي شبرنا الاستقلال من بدات البلديه راه ما عمرو كان عندكم هنا في العريش راه ما كنعملوش كونترول هنا راه كانت عندنا الجبايات بحال ديك المفهوم ديال الدوله العباسيه خازنده واحد كيجي كيبقى يحل المشاكل عملنا الهيكله وعملنا اليوم المراقبه والمراقبه بدينا وعطفا على الكلام ديال الدكتور فارس ديال السياسه التواصليه انتم تذكرون جيدا اننا في اول المحاولات
معاك عقربه بالبقايا والمطاعم في البقاع اكثر من 60 ولا 70 واحد اللي جينا كنذكروا خرجوا فرحانين بهذه التدابير الجديده الى اخره، وجاو بالتسهيلات اننا كاين القانون والمساطر ديال الزجر وكاين فاتحين الكلام والمفاوضات مع هاد الناس باش نسهلوا عليهم الامور. دونك عملنا المراقبه والباقي استخلاصوا لان اصل المصلحه قلبنا على لو بروفيل في وسط المدينه ما لقيناش في الموظفين، واحد اللي عنده هاد لاسبي الكونتابيليتي بلس الجيريديك لقينا اوفر رشيد الخادره وهو جالس قدامنا جبناه الى اخره وعطينا المصلحه بمعيه موظف اخر غير كافي. انا عقلكم علاش غير كافي؟ لان تقريبا المده دابا ديال 9 شهور ولا 10 شهور ديال العمل غير في التنسيق مع الخزينه كنظن عدد ساعات العمل اللي عمل السي رشيد هو واللي معاه في الخزينه يعني في 9 شهور نقدر نقول لك واحد فوق 100 ساعه عمل. يلا قدرنا نوصلوا لهذه الخلاصات هذه. واحد جوج وصلنا لمرحله كيخصنا جوج الموظفين تكون الوظيفه ديالو في الخزينه ما عندهم علاقه بالبلديه كيجلسوا في الخزينه كيخدموا على هذا الدوسي وكيحقوا وكيضبطوا الملفات. بدينا العمل ديال المراقبه تاسيسي، العمل ديال هذه المصلحه تاسيسي. الاشكال ملي شفنا راسنا بغينا نسرعوا الوتيره وجبرنا نوصلوا شي نتيجه هي في الوقيته اللي رسمنا الصيغه، لان انا مع السعد الى كرنس تماما وحده من الاعطار الكبرى للعمل الجماعي راه الاختصاصات والقوانين والتشريعات خاص اعاده النظر. انا لا يمكن انا اجلس هنا في اطار الاغلبيه المسيره وحاسب على المداخل ديال المدينه وانا اهم المداخل لا اتحكم فيها، اهم المداخل لا اتحكم فيها، عندك فيها الخزين وعندك فيها القابض وعندك فيها المصالح الماليه. دونك هذيك الجهات لي بارتنير ديالو الا ما داروش خدمتو شكون غيحاسبو؟ غنبقى نتحاسب انا براسو. لهذا رسمنا الصيدان وفي اطار دفيت احنا جميع الشركاء قلنا السيد عبد الله يخليك الوضعيه ديال المدينه صعيبه وكذا وتجاوب بسرعه. انا لا افهم راه السيد رشيد غني صراحه من الاجتماع قلت له دار الاجتماع الاول وما تعملش باقي الاجتماعات. وهذاك الاجتماع راه كان حاضر تما تعامل السيد القبيض بالسيطره يعني ملي وصل للدار ديالو هز التليفون ديالو وخرج. وكانت عندنا مراسله ديك الساعه وكان في الـ في الـ في الـ في التحليل المعطيات يعني ما وصلش حتى 10% من التوقعات. دوك هذه الاشكاليات كنتمنى من الشركاء بان في المدن الاخرى باش كنعالجوا هذا الشيء كتكون السلطه 100% معك والمصالح الماليه 100% ومصالح الامن كذلك. راه ديجان كتكون فيها 10 12 13 كيبداو ملفات الكبرى. يمكن السي رشيد يطلعكم وكنت كنتمنى يعملها في التقرير ديالو ان بدينا في المؤسسات كبيره اللي كنسالوها فلوس وكتلاعب بحال اتصالات المغرب. اسمعني اتصالات المغرب العمران الى اخر هذه المؤسسات هذو كلهم عندهم مراسلات ومذكرات ودي غابيل وتذكير وسبق كنا جميعا مع في اللقاء مع السيد العامل في اطار التواصل وجبتها بالحرف ما هضرت الا على هذه المشاكل. على اي عاملين بزاف ديال المبادرات وبزاف باقي ما عطاتش الاكل ديالها حنا كنضجوا فيها. ولكن هنا نرجع الكلام ديال السي الزيتوني اللي مش مهضروا بصراحه وسائل العمل ما عندناش الاخوان. واش انتم غديروا عندنا سياره وحده كيتناوبوا عليها 10000 واحد؟ كيخصنا موظفين قسمنا عندنا خطه عمل ديال لي سيكتور بغينا غير موظفين ما كيعملوا والو يجيو يتفرقوا على لي زافي بواحد الموتور ولا شي حاجه ما كاين والو. خصنا على الاقل جوج ديال السيارات خصنا على باقي خصنا موظفين. هذا الشيء اللي حنا كنطلبوه وسائل العمل كنطلبوها خطه العمل محطوطه. حنا انا متفق مع التوصيه ديال ما عرفتش واش باللجنه ولا جات احدى المداخلات ديال اشراف ولا ما عرفتش شكون ديال واحد اللجنه من المجلس اللي تدعم على